وقع وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين اتفاقا مع رؤساء وممثلي 24 حزبا سياسيا من أصل 25 حزبا مرخصا. ينص الاتفاق على الإجراءات التنظيمية الخاصة للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقررة في موريتانيا العام المقبل. أكد وزير الداخلية الموريتاني أن التشاور بين وزارته أو بين وزارته والأحزاب السياسية تمخض عن مخرجات ومكاسب تساهم في تعزيز النظام الديمقراطي الموريتاني وإعلاء المصلحة الوطنية. معنا من نواكشوط العاصمة الكاتب والباحث السياسي محمد علي العبادي، أهلا وسهلا بك إلى النافذة المغاربية. بداية قبل أن يعني ندخل في التفاصيل، فقط لفت الانتباه أنه 24 من أصل 25 حزب، فما الذي دفع الحزب ال 25 لعدم الحضور؟ يعني هل في شيء أساسي كان هنا أم يعني مجرد موقف أساسي؟ أعتقد أن الحزب ال 25 كان لديه تنسيق مع حزبين سياسيين آخرين، لأن الأحزاب السياسية الأربعة كانت منسقة، وانضم حزب تواصل الإسلامي للتشاور وبقية أحزاب. لكن بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ولقاء مع وزير الداخلية وجدوا الضمانات الكافية لانضمامهم للتشاور، لذلك بقي حزب واحد لديه تحفظاته، لا أعرف تلك التحفظات فيما تكون. أعتقد بأن الأحزاب السياسية العريضة التي كانت لديها، كانت لدى الأحزاب السياسية كلها تم نقاشها، والجميع التحقوا بالتشاور، ولم يبقى إلا هذا الحزب السياسي الذي ربما لديه أجندة. على كل يعني هي الغالبية العظمى هنا، يعني إذا قلنا أنه 24 حزب الآن، ما أهم النقاط اللي تم الاتفاق عليها هنا؟ يعني يبدو أنه في تغييرات في أسلوب العملية الانتخابية، وماذا نفهم من هذا الاتفاق من نتائجه؟ أنا أعتقد بأن هذا الاتفاق يعتبر حصيلة سياسية إيجابية لم تحدث بالسابق في موريتانيا، فالحوارات حتى الحوارات التي كانت تحدث بين السلطة والمعارضة ظلت حوارات جزئية، ولا تأتيها إلا أحزاب قليلة، فيما تبقى الأحزاب المعارضة العتيقة خارج الحوار. إذن أعتقد بأن انضمام الأحزاب السياسية المرخصة فيما يشبه إجماعا سياسيا، أعتقد بأن هذه القضية تعتبر مكسبا حقيقيا للديمقراطية الموريتانية، وقد توصلت هذه الأحزاب إلى جملة من المقترحات التي ربما تساهم أولا في إشراك الجميع في العملية الديمقراطية، نظرا إلى أنه قد تمت زيادة البرلمان وكذلك زيادة النسبية في البرلمان، وأعتقد بأن النسبية ربما تتيح للأحزاب الأخرى على الأقل الحضور في البرلمان الموريتاني، وكذلك الحضور في البلديات والحضور في المجالس الجهوية. كانت هناك نسبية في هذه النقطة التي أريد أن أسألك عن النسبية، شوط ثاني، ولأنه كان في نقاش حولها وحول يعني إذا في كوتا للمرأة والشباب، لو تشرح لنا أكثر فيما تغير هنا. نعم، هنا تغيرت معطيات جديدة، لأن أصبحت هناك لائحة خاصة بالشباب لم تكن موجودة، لائحة تتكون من 11 مترشحا للبرلمان، كما أن تمت زيادة النسبة في العاصمة نواكشوط، بدلا من كانت هناك 11 لائحة ب 11 لجميع العاصمة نواكشوط، أصبحت هناك 3 دوائر في العاصمة نواكشوط، في كل دائرة 7 نواب، إذا 21 نائب في العاصمة نواكشوط. إذا أعتقد بأنها زيادة كبيرة ويمكن أن تتنافس عليها الأحزاب السياسية من أجل تقاسم الكعكة كما نقول في النتيجة النهائية. إذا أعتقد بأن البرلمان بهذه المعطيات سيكون برلمانا متنوعا،
يمثل جميع المشهد السياسي وفيه حضور للجميع. هناك لائحة للنساء، وهناك كذلك لأول مرة يتم العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، لأن أصبحت لائحة الشباب من اللازم أن يكون فيها حضور لذوي الاحتياجات الخاصة. طيب الذين ربما أستاذ محمد، هذه يعني اتفاق على كمان هناك إصلاحات لو يعني ممكن أن نكمل فيها، لكن عشان نفهم أيضا كيف تشكيل الحكومة وعلاقة هذا البرلمان وهذه المجالس الجهوية بالحكومة المستقبلية. أنا أعتقد بأن النتيجة النهائية من يحصل على الأغلبية هو الذي يكون الحكومة، إذن هذا الإجراء العادي. إذن عندما تكون هناك أغلبية للحزب الحاكم كما هو حادث حاليا، إذن يصبح للرئيس أغلبية وبإمكانه تشكيل الحكومة والتحكم في المسار السياسي طيلة تلك المأمورية التي يوجد بها البرلمان. إذن أعتقد بأن النتائج النهائية، ولا أحب أن أقفز على النتيجة لأن ذاك يحدده الاقتراع. المهم الآن الجديد في هذه العملية، الجديد في هذه العملية أنه فتحت هناك آفاق سياسية وآفاق كذلك انتخابية للأحزاب السياسية التي ربما ظلت بعيدة عن المشهد الوطني نتيجة إلى غياب النسبية، فتظل نتيجة غياب النسبية تغيب الكثير من الأحزاب، لأن الفائز بزايد 50% تصبح لديه النسبة كلها، بينما الآن أصبحت هناك نسبية في اللائحة، كما أن أصبح هناك معطى جديد وهو أن الممثلين في البرلمان للجاليات في الخارج كان ينتخبها البرلمان، الآن أصبحت تنتخب من طرف هذه الجاليات. إذن هذا يعتبر كذلك معطى جديد ربما يتيح الفرصة للجاليات الموريتانية في الخارج لانتخاب ممثليها والتصويت بدون أن يكون هناك فرض لهؤلاء الممثلين من طرف البرلمان الموريتاني. أنا أعتقد بأن هذه النقطة نقطة جديدة. إذن كذلك أصبحت هناك مشاركة في البلديات، كانت هناك شوط ثاني دائما في المجالس البلدية وكذلك المجالس الجوية، أصبح هناك شوط واحد وبإمكان الجميع أن يكون هناك حسب الفوز الحصول على مستشارين حسب النسب الانتخابية. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من واكشوط، الكاتب والباحث السياسي محمد عالي العبادي.